مملكة هي مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. يا رب سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ومتروبوليتنا فينيديكتوس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. يا رب أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وجميع الأديرة والكنائس وهذه المدينة وسائر المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمحزونين والمقتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. يا رب نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مع جميع الإله خلصينا لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان
وإلى دهر الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. تس بريسبيستس ثيوتوكوس وترسوسوني ماس. بسلام إلى الرب نطلب. كيري إليسوس. وعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب رحم. بعد ذكرنا الكت القداسة الطائرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتلة مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الدائرين. آمين. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسك لنرتل لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من هو عجيب في قدسك لنرتل لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة الباتو بيد مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خالص. أيضاً بسلام إلى الرب نطلب. يا ليس أعبد وخلص ورحم أفضنا يا الله بنعمتك. يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله قدسها والدة الإله خلصينا مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب لأنك الإله الصالح والمحب البشر ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا أيها الرسل والشهداء
إليكم بما أن لكم دالة عند المخلص أن تتشفى تشفعوا إليه من أجلنا طالبين منه أن يخلص نفوسنا. اذكر يا رب عبيدك بما أنك صالح وسامح عن كل ما أخطأوا إليك في هذا العمر، لأن ليس أحد من الأنام بلا خطيئة إلا أنت أيها القادر أن تمنح المنتقلين الراحة والنيا.
شكرك منقذ من الشدائد، لكن بمن لك العز التي لا تحارب، أعتقني من أصناف الشدائد حتى أصرخ إليك افرحي يا عروسا لا عروس لها. قدوسنا دي إلهنا ولك نرسل الماس أيها الأب والابن روح القدس على كل وان آمين. Athanatos eleisonimas kudosa nola kudosa nos ave kudosa nola. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الدائرين آمين. قدوسان الذي لا يموت ارحمنا.
بيدك هذا التضرع الابتهالي ارحم آلنا علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمه الغنيه لان غفرت اثامهم الحكمه فصل من رساله القديس بولس الرسول الى العبرانيين يا بروسكم يا اخوه تذكروا الايام السالفه التي فيها بعد ان ارتني ما صبرتم على مجادة الآلام الكثيرة فشهرتم من جهة بتعبيرات ومضايق وصرتم من جهة أخرى شركاء للذين عوملوا بمثل ذلك فإنكم رثيتم لقيودي وسلمتم بانتهاب أموالكم بفرح عالمين أن لكم في أنفسكم مالا أفضل في السماوات باقيا فلا تنبذوا إذا ثقتكم التي لها جزاء عظيم فإنكم محتاجون إلى الصبر حتى إذا عملتم بمشيئة الله تحصلون على الموعد لأنه في أقرب آن يأتي الآتي ولا يبطئ أما البار فبالإيمان أحيا سلام لك أيها القائم ولكافة بشارة القديس مرقص الجني البشير والتلميذ الطاهر المجد لك يا رب المجد لك في ذلك الزمان بينما يسوع مجتاز رأى لاوي لاوي بن حلفة جالسا عند مائدة الجباية فقال له اتبعني فقام وتبعه وفيما كان متكيا في بيته كان عشرون وخطاة كثيرون متكئين مع يسوع وتلاميذه لأنهم كانوا كثيرين وقد تبعوه فلما رأى الكتبة والفريسيون أنه يأكل مع العشارين والخطا قالوا لتلاميذه
ما بال معلمكم يأكل ويشرب مع العشرين والخطان؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، لكن ذو الأسقام. فإني لم آتي لأدعو صديقين بل خطاة إلى التوبة. كنا مفقودين بذاتك كل حين نرسل لك الماس أيها الأب وأن ابن روح القدس على أنا كل وان وإلى داخل آمين. Yeah.
كذكر مالكا και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, των αδελφών ημών Αρχιερέων, Ιερέων Ιεροδιακώνων, μοναχών και μοναζουσών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Χριστοφόρου Ιερομονάχου, κτήτορος ανακαινιστού και διεργονητού της Ιεράς Μονής του Μπιν και των δούλων του Θεού Παύλου, Αγιούπ, Διοδόρου και Νεκταρίου των Ιεραίων μετά των Πρεσβυτέρων Τέκνων και Οικείων αυτών, Νεκταρίου Ιερομονάχου, Υγείας και Σωτηρίας υπέρ αυτού, των μοναζουσών Ειρηναίας καθηγουμένης, Κατερίνας, Θέκλας, Αρσενίας, των μοναζουσών νηστρήν καιρούλας των δοκίμων, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ανακαινιστών και αφιερωτών του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Αμπάνα ο Πατριάρχην Αθεόφιλος, ο Ατζαμία Ελχουάτιν Αμπιλμασίχ, Τζαμία Κουμαντζαμία Ελμασιχίν,
الخاصني البعض الأرثوذكسيين الموجودين في الكاثيكي الكنيسة المقدسة مع نسائهم أولادهم وكلاء مرتلين يذكر رب الإله في ملكوته كل حين الآن كل وان وإلى داخل داخرين. آمين. Μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών του πανιέρου ναού της Αναστάσεως και της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των αηδήμων Πατριαρχών Ιεροσολύμων, Ανθίμου Πολυκάρπου Αθανασίου Κυρίλου, Προκοπίου Ιεροθέου Νικοδήμου Γερασίμου Δαμιανού, Τιμοθέου Βενεδίχτου και Διοδόρου των αηδήμων Πατριαρχών, Αριστοβούλου Κωνσταντίνου και Σιλβέστρου, των αηδήμων αρχιερέων, των αηδήμων προκατόχων ημών, αρχιεπισκόπων Γάζης και Μητροπολιτών Φιλαδελφίας, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, αγωνισαμένων πατέρων και αδελφών ημών και των δούλων του Θεού, Βασιλείου Παλαδίου, Ισιδώρου Αρκαδίου, Ιακώβου, Στεφάνου, Χρυσάνθου Αθανασίου, Ημενέου των Αρχιερέων, Σοφρονίου και Λαδίωνος, Σάβα, Αναστασίου, Ανδρέου, Ιωακήμ και Φωτίου των Ιερομονάχων, Κορνηλίου Μοναχού, Ιζακίλ Μοναχού, Φιλαρέτου, Ανθίμου, Δωροθέου, Καλιστράτου, Δωροθέου, Δαμασκηνού, των Ιερομονάχων, Γερασίμου Μοναχού, Διονυσίου και Μητροφάνου των Ιερομονάχων, Γρηγορίου Ιερομονάχου, των γονέων και αναδόχων ημών και πάντων των προσφερόντων εις την Ιεράν Μονήν του Τουμπίν και του Δούλου του Θεού, Διοδόρου Πατριάρχου, του και αγοράσαντος την γην της Ιεράς Μονής. Λιάθκουρου ράμπου λιλά, θυμαλα... και Θεοδόρας Μοναχής. Λιάθκουρου ράμπου λιλά, φιμαλακού τυχή κουλαχήνιν, αλλά ανά κουλαουάνιν, που ηλα δάχρυ δαχυρίν. Αμήν. Kyrie eleison.
أحد. وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا ليسون. ملاك أن يكون مرشدنا. أن يكون النهار يكون كتابا مقدسا سلاميا وبلا خطية من الرب نسأل. استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. استجب يا رب. غفران خطايانا وصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. استجب يا رب. أبرز زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. استجب يا رب. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودي عذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح المحيم الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. حبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقرين. أحبك يا رب يا قوتي الرب ثباتي وملجئي بحكمة فلنصغي. أؤمن بإله واحد الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لمجده وبالروح القدس
الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجودا له ومنجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح رحمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله يا الأب ويسارك روح القدس لتكون مع جميعكم ومع روحك أيضا أشكم من تسكرديس هي لنا عند الرب أشكر نرى لا متساوٍ في الجوهر وغير منفصل حق القدوس على كل ما وصل إلينا من الإحسانات مما نعلمه ومما نجهله ظاهراً كان أم خفياً ونشكرك أيضاً على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشيروبيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحتهم في العلا متطايرين وبتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب الصباوت ملانة السماء والأرض من مجدك أصعنا لمغفرة الخطايا آمين اشربوا من هذا كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا آمين التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء
وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. بواجب الاستهال حقا نغبط والدة الإله الدائمة الطوبة البريئة من كل العيوب وما إلى هنا يا من هي أكرم من عشر بغير قياس من أسر عفيم التي بغير فساد ولدت كلمة حقاً إنك والدة الإله يا ربانا وبطريركنا ثيوفيلوس وخبخ لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا موافا مكرما مدين الأيام مفاصلا كلمة حقك مستقامة. اذكر يا رب ولنا وهبوا لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا معافا مكرما مديد الأيام مفصلا كلمة حقك باستقامته. وهل جميعا كافة والخاطرين على فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن جميعهم جميعهن كافة واعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دار الداهرين آمين. ولتكن مراحم لخلاصنا خليصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك أيضا بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب كيري أليسون من أجلي من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب يا رب رحم البشر الذي تقبلها على مذبح السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي يرسل لنا وضع النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب كيري إليسون من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى
الرب نطلب يا رب ارحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك كريا مقدسا سلاميا وبلا خطيئه من الرب نسال استجب يا رب ملاك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسال استجب يا رب استجب يا رب الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسى استجب يا رب يا غابر زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل استجب يا رب أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودي عنا ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب واحنا أيها السيد أن نشعر بدالة على ندعوك أبداً غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن روح القدوس الآن كل أوان وإلى داخل داخلين آمين لجميعكم ولروحك أيضا نحن رؤوسنا لك فإنهم لم يحنوها للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد كل ما يستقبلنا حدوثه جميعا من الأمور حتى يكون للخير لنا على حاجة كل واحد منا سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا بنعمة بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين قدوس واحد
الذنوب لمن اخترتهم وقبلتهم يا رب، وذكرهم إلى جيل وجيل. هللويا. اخترت
آمين آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. استقم يا سالم الريب المحيي غير الميتة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا ليس بعد سؤالك النار ناكل كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل. أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسال. أجب يا رب. لأنك أنت تقديسنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى الدار الدائرين. يا رب نطلب. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا. Γύρω με του νόμου και του προφητόρου, πληρώσει πάση πατρική οικονομία, γύρω σου χαρά και φυσική τη καρδία ημών. Πάντοτε νυν και αή και σε όνος των αιώνων. Αμήν. Αμήν. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. طعن مكيري وإفلاهيمان أنا بطنين كيوس تو أيونوس. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. إلى الرب نطلب. إليس ευλογία Κυρίου και Κύριε ευχαριστημάς δι' αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر دهرين. أمين. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. باسم الرب بارك يا سيد. تعال مجيئك. وعلى ما توجهنا الله معالي الرسل قسطنطين وهيلان والقديس
القديسين عبد الفكة وشافيي المرضى كوزما ودميانوس والقديسين الصديقان جدي المسيح ميلاد وأدي زيب الميكروفون زيب الميكروفون على بك يوحنا ذهبي الفم رئيس صافقة القسطنطينية التي أقمنا خدمة إلهي وتذكار القديس كونون وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا بما أنك إله صالح ومحب للبشر سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. صباح الخير كلام تسلمين أول شيء بيقول كمان مرة شكرا ألف شكرا من أبونا كريستوفوروس كيف بتجيب بركة بتجيب لادرة قوم من كله وبعدين من رخبات كيف بيكون من دير وبيصلي كل يوم ليش بتجيب لادرة من دير؟ في إيقونات كتير بس إيقونة كيف بيكون من دير في صلوات كل يوم أربع مرات لادرة معناته بيكون بركة من صلوات إذا كنيسة ما في صلوات ما فيش بركة معناته إيقونة كل يوم أربع مرات في صلوات من رخبات من دير كيف بيكون أبونا كريستوفوروس موجود؟ لازم بفتح موضوع أنا كتير مرات بحكي موضوع ببركة سيدنا لبروتي اللي هي أول إشي هي الكنيسة بتعطي بركة للي ما بتناول عشان هيك بنسميها أنديذورو أنديذورو يعناتها بدل الهدية بدل القدسات بدل المناولة يعني اللي ما بتناول بأخذ القداسة هلأ وعشان هيك لازم نخدها عالريق نكون صايمين مش نكون مكلين ولا شربين ولازم نخدها بركة من يد الأسقف أو من يد الكاهن يعني هاي اللي هي بدل المناول يعني كيف بتروح أنت بتتناول فبتتناول من يد الكاهن جسد ودم المسيح بعدين بتيجي وبتاخد القداسة اللي هي بدل المناولة من يد الكاهن وهو بيحكي لك بركة الرب ورحمته لتكن معك بركة الرب ورحمته لتكن معك وبعطيك القداسة حتى يعطيك معها البركة اللي أنت اليوم ما قدرتش تتناول تأخذ بركة من الكنيسة لأنك ما قدرت تأخذ جسد ودم المسيح لأسباب معينة فالكنيسة بتعطيك بدلها هاي القداسة اللي بيكون الأسقف أو الكاهن رفعها على القرابين لما نحكي وخاصة بعد ذكرنا للعذراء بعد نذكر العذراء بعد الاستحالة فبالتالي هون كتير مهم إنه نأخذ وقتها القداسة في آخر القداس من يد الكاهن أو الأسقف بقوا نحن نأخذ البركة وهذا هو الصحيح شكرا يا سيدي والف مبروك كمان بسان كريستوفوروس بيكون من مازمة مقدس كمان صلواتكم سيدي أيوة بس ولا بيشوفوا ولا بكلافة من سيام بعد السيام سيدي بعد السيام بيسوي مناسف خالص وموضوع كريستوفوري مالس موضوع كمان أول ثاني بيصير مدايخ من كابر مسيح من كابر مسيح كل جمعة خوري كيرا مدايخ من كابر مسيح أدول ثاني أتيتو من أرسنية رحمة من أرسنية كيف بيكون من يونان من دير مكرينوس وبترجم وبيقول لك كيف بيقول لك أبونا إبراهيم تابور يوم جمعة إليازر معناته يوم جمعة سوبو في عيد بسارة بسالم من عبدالي وبعد دوخ روسيا سيتي بسوي مدايخ أون مدايخ مسان كبر مسيح كلام تسلمين